بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم برضو في المزارع السمكية، وقلنا قبل كده إن إحنا عندنا ركيزتين أساسيتين، المياه كانت أولهم، ورقم اتنين الموقع. الموقع برضو علشان تبدأ تختار موقع مناسب عشان تعمل فيه مزرعة سمكية، لازم تراعي المواصفات والشروط اللي تؤدي إلى إنجاح المشروع اللي أنت بتقوم تنفيذه ده، وتقلل طبعا التكاليف اللازمة لمعالجة الأخطاء اللي قد تظهر في المستقبل. عند اختيار الموقع لازم إيه؟ أول حاجة قريب من مصدر المياه، مش هتنقل لها المية وتاخد تكاليف ويبقى برضو الواقع إن أنت بتخسر. ألا يتسرب المياه داخل إيه؟ الأحواض اللي أنت بتاخدها، بتستخدم مياه بتتسرب في التربة. أن تكون بعيد عن المخلفات الزراعية أو الأدمية طبعا، عشان ما يبقاش فيه زيادة في اللي قلنا اللي صفات الكيميائية تختلف بتاعتك، أن يكون الوصول سهل إليها عشان تعرف تسوقها. تغذية الأسماك، من الضروري أن تتوافر بعض أنواع الطحالب وحيدة الخلية داخل المزرعة السمكية، لأنها تعتبر مصدر غذائي مهم للأسماك، غنية بالأحماض الأمينية والدهنية وسهلة الامتصاص، لأنها البيئة المناسبة للنمو والهائمات الحيوانية الروتيفرة المستخدمة في تغذية اليرقات الأسماك، اللي الأسماك بتتغذى على اليرقات نفسها. لذلك لابد من المحافظة على الطحالب، وعشان تكتمل وتستمر السلسلة الغذائية، نباتات وطحالب ويرقات وتجي السمكة المستهلك الأخير. بقايا الدواجن، ساعات تستخدمها بقايا الدواجن برضو، وده برضو من ضمن الحاجات اللي بتستخدمها المزارع السمكية إذا كانت في حالة فريش فلا بأس. مخلفات مصانع تعبئة الأسماك وغيرها برضو ما فيش مشكلة إن أنت إيه تستخدمها برضو إذا كانت فريش وما تحللتش، وإلا يبقى أنت بتستخدم مواد سامة للأسماك. الذريعة أو الهاتشرز، قلنا بيسموها الفراي الذريعة، بيستخدم لها البويضات بتاعة الأسماك وتخليها تفقس خلال المفرخات. لكي نحصل على الذريعة السمكية لابد من استخدام مواسم للتزاوج وعادات التغذية. يبقى أنا عارف الأول مواسم التزاوج، عارف عادات التزاوج وأماكن التزاوج والعوامل المؤثرة على التزاوج، مهم جدا عشان نحصل على الذريعة إن ندرس الكلام ده. يمكن الحصول عليها طبيعيا، اللي هي الذريعة دي أحصل عليها إيه اللي هي البذور السمكية من المياه الطبيعية. إمتى؟ أبقى عارف الموسم وعارف العادات وعارف الأماكن، اقدر ان اروح ايه اصطادها بسهوله واجمعها. مش طبعا صعبين الايه الاسماك والاسماك والسمك البوري والكلام ده، او ان انا استخدمها بقى صناعيا، ان انا اعملها عمليه فقس محفز يسموه induced hatching عن طريق الهاتشرز المختلفه الموجوده. سباون ديوز سباون اللي هو induced spawning أو الهاتشرز اللي هي الفقس المحفز، يستلزم طبعا وجود إيه؟ أنواع آباء قوية. لازم لما تيجي تختار آباء قوية أسماك مختلفة، ويبقى عندك ميل وفي ميل عشان اللي ينتج يبقى قوي. درجة حرارة مناسبة من 20 ل 24، الضوء المناسب، حقن هرمونات طبعا النمو اللي هي من الغدة النخامية على أساس إنها تساعد في عملية التبويض وتكوين حماية المنوي. أنواع المزارع السمكية، ممكن يكون عندك ده نوع بقى مهم جدا بقى اللي هو أحادي النوع مونوكالشر، إنك تزرع نوع واحد زي سمكة البلطي، وساعات يقول لك جنس واحد ميل أو فيميل. النوع الثاني عديدة الأنواع بوري كالشر، يبقى أنا هستخدم إيه بلطي، هستخدم بوري، هستخدم كابوريا مثلا، أستخدم أسماك أو أنواع مختلفة بعادات تغذية مختلفة، دي نقطة أساسية، وأماكن معيشية مختلفة. يؤدي ذلك الى ايه؟ انا عايز اقلل الايه التنافس، بحيث ان هم ما يحصلش تنافس بينهم على قدر الامكان، بحيث ان هو ده ينمو بصفه طبيعيه وده ينمو بصفه طبيعيه ويبقى المردود اكتر. في البولي كلشر اللي هي الانواع المختلفه، فممكن يكون مثلا سمك والبط، البط طبعا بيحب المياه ينمو فيها، والسمك موجود والمخلفات اللي بتنزل من البط تنمو تخلي البيئه النباتيه والسلسله الغذائيه تنمو بشكل طبيعي. مخلفات البط تساعد على نمو النباتات، لذلك تجد أسماك الغذاء المختلف. أو السمك والأرز، الأرز ساعات عشان ينمو بيبقى محتاج حوالي شهر أو شهرين أو 3،
ميه، فانت بتستغل الميه الكتيره اللي هي انت المغموره فيها الرز دي بحيث ان انت تنمو تزرع فيها الاسماك. الزراعات المتعاقبه، الزراعات المتعاقبه يعني ايه؟ ان انا استخدم ارض غير صالحه للزراعه استخدمها في الاسماك زراعتها للاسماك، والموسم اللي بعد كده يحصل أو زياده في خصوبه التربه ممكن ايه ازرعها بمحصول ارضي. مزارع الاقفاص السمكيه، ودي اللي انت بتشوفها في المياه تبقى موجوده اقفاص على سطح الميه، والحقيقه طبعا بيبقى الاقفاص لتحت انت بتيجي تمدها بالمواد الغذائيه بتاعتها، وبعد كده بتروح تفتحها وتصطادها. والسلام عليكم ورحمه الله.